ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده يا ولاد هشرح معاكم درس جديد اللي هو النكره والمعرفه. يعني ايه نكره ويعني ايه معرفه؟ هنشرح مع بعض بالراحه. النكره تدل على شيء غير محدد وبتكون بدون الف ولام، زي فصل. لما اقول فصل معنى كده اللي لا محددتش اي فصل. لما اقول كتاب طبعا هنا برضو ما فيش تحديد، بقول لك هات اي كتاب. قلم هنا برضو ما فيش تحديد، اي قلم. لكن المعرفة بتدل على شيء محدد، بتدل على شيء محدد بعينه، زي اسماء الاشارة. كل اسماء الاشارة معرفة. زي ايه؟ كلنا عارفينها: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك، تلك. كل دي أسماء الإشارة. إيه كمان معرفة؟ أي كلمة معرفة بأل. كل كلمة بيدخل عليها أل وموجودة فيها أل طبعا دي معرفة، زي الطفل، المعلم، القلم. كل دي معرفة. بس كده لا، في كمان كلمات مكملة معانا، زي الضمائر. كل الضمائر يا ولاد اللي احنا درسناها معرفة. فكرينا بيها كده يا مس. هقول لكم: ضمير المتكلم، انا ونحن. وعندنا كمان ضمير الغائب، زي هو، هي، هما، هم، هن. عندنا ايه بس كده؟ لا، ضمير المخاطب، زي انت، انتي، انتما، انتم، انتن. ايه بس كده؟ لا، فيه كمان افكركم بيها الاسماء الموصولة. اي اسم موصول طبعا ده معرفة، زي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي. هكمل معكم كمان واقول العلم. يعني ايه علم يا مس؟ اسم الانسان او اسم البلد، وده معرفة، زي احمد، زي سعاد، زي مصر، زي مكة. كده بس. وهقول كمان معلوم: المعرف بالنداء. يعني ايه؟ يعني قبليه أداة نداء، زي يا رجل. طب يا مس، كلمة رجل انت قلت لنا الكلمة لما تبقى بدون ألف ولام بتبقى نكرة، بس هنا هي معرفة بالنداء. يعني ايه؟ قبليها أداة نداء، فأداة النداء يا ولاد خلتها معرفة. يبقى كلمة رجل هنا مع ايه؟ معرفة. ليه؟ لأن قبليها أداة نداء. وأقول كمان المضاف إلى معرفة. يعني إيه؟ لو بصنا هنا لكلمة قلم، قلم لوحديها نكرة، بس هنا هي بقت معرفة. ليه؟ لأن جه بعديها مضاف إليه كلمة باسم، فكلمة باسم عشان هي مضاف إليه خلتها معرفة. فكلمة قلم معرفة عشان هي مضافة إلى مضاف إليه، يبقى هنا هي معرفة بالإضافة. كلمة قلمه، هنا الهاء. كلنا عارفين ان الهاء دي لما بنيجي نعربها تكون في محل جر مضاف ايه؟ اليه. فكلمة قلم بدون الف ولام، ايوة، بس الضمير خلاها معرفة بالاضافة عشان جاي بعديها ايه؟ مضاف اليه. كلمة كتاب، كتاب محمد. كلمة كتاب لوحديها نكرة، محددتش كتاب مين، لكن لما اضيف اليها مضاف اليه كلمة محمد يبقى هنا بقت معرفة بسبب محمد، لان محمد مضاف اليه.